التفاح كنصيد فيها، محتويات ديال التفاح كنصيد فيهم. على نلقى شي محتوى تافه، فيه شي اغنيه شي موال شي على مولانا، غنشوف القصب اش غطلع. انا وكانتي هنا. هولا هولا ميغو ام. لا لا قلبتها غتولبي. القصبة اخويا القصيبة القصيبة القصبة اجبدت لينا بوز فلو. مال بوز فلو؟ بوز فلو يا بوز فلو، مالك يا اخي؟ نسولو هو مالو يا بوز فلو يا بوز فلو يا بوز فلو. مالك اخويا على هذيك الاغنية؟ مالك على هذاك الديسك؟ مالك اخويا؟ الديسك الاخر ما عجبكش؟ ما عجبنيش اخويا، انا ايقاع باش عجبني. انا جبت هذاك الديسك بالايقاع بالموال، سمعته مغربي ايقاع، سمعتيني؟ ايقاع مغربي غادي موال زوين. الهضره ما عجبتنيش يا اخي الكريم. شنو ما عجبكش في الهضره؟ كل شيء. الهضره كنعرفوا كي رياكشن، يعني كي على اللي ما كيعجبوش، يعني على اللي كيصنع التفاهه. اللي نهضر على راسي الهضره رياكشن، كنهضر على المحتويات الناقصين الخايبين اللي ما فيهم ما يتشاف. وانا متاكد ان كثير من المشاهدين ديال قناه شوف تيفي غيكونوا متفقين معايا. هذا ما كان على بركه الله. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينه سطات. ومعنا الشهير بالهربه مصطفى، اللي بطبيعه الحال ما عجبوش مضامين اغنيه بوز فلو الاخيره، وكيوجه لي رساله خاصه. غادي نخليكم مع مصطفى الشهير بالهربه. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. كيف داير خويا سيمو؟ بخير. لاباس عليك متتبعين قناه شوف تي في، مساء الخير عليكم. جيت اخويا نهضر على ميستيريو، ميستير فلو، اكسكيوز مي، بوز فلو، بوز فلو، بوز فلو. اعتذر. شنو واقع مع بوز فلو؟ وعاد اغنية اخويا تارت انتباه ديالي انا، بوز فلو كنت صنط ليها بحال هكا، سمعت ايقاع ديال كمان، جاني ايقاع مغربي قلت غنتصنت، ولكن الكلام اخويا اللي وصى ما عجبنيش. وسط كلام قبيح بزاف، ما خاصوش يتقال كاع، ما خاصش مغاربة كمغاربة يتصنتوني. قربنا من بعض الحوايج اللي بطبيعة الحال ما يكونوش خارجين يعني على النطاق، يعني بطبيعة الحال على الحياة، قربنا يعني من كلمات، بعض الكلمات. الكلمات اخويا بحال بدون قدح، بدون هذوك الكلمات اللي كيقطع بهم. لا ما نقدحش اخويا، بحال كلمات نوضه بوده. اش بوده؟ حنا مسلمين، اشنا هاد بوده هادي؟ نوضه بوده، القضيه خيابت، هو قالها بمعنى اخر حتوما نقولها في اللايف، سمعتيني؟ نوضه بوده، القمريه ما دارت معنا والو. وحاجه اخرى قال لك مت، جاني ملك الموت، قال لي واش انت ثاني؟ سير رجع مره اخرى. الله يا ودي ابوزيو، ابوز فلو. ابغى اش غتدخل ليا؟ ما دخليش حتى الكلمات، انا عجبني الكمال، كون صعب ما تصنتش ليا اخويا. علاش اخويا؟ حنا في دولة اسلامية، اش قربنا لشي بودا ولا بودا؟ بودا، شنو هو بودا؟ تما حنا في كمبوديا، ترى دولة اسلامية ديال الشريف. وا بوز فلو، بوز فلو خسرتيها والله، تخسرتيها بوز فلو بالله. عجبني الايقاع زوين اصاحبي، غادي نصعبوها بحال ديال المرحومة ديال الحاجة الحمداوية، غادي طا 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 قال لك نوضة بودة، قضية مشات، القمرة ما دارت والو، القضية توضرات، ملك الموت شافني، قال لي رجع تا مالك واحد هاد تا تاني، رجع. اش هاد التخربيق هذا؟ اش هاد المستوى وصلنا ليه؟ هادو هما الأغاني ديال المغاربة، هادو هما الأغاني اللي كيشرفوا في المغرب، وحنا مستقبلين كأس إفريقيا وكأس العالم إن شاء الله، خاصة يكون المستوى ديالنا نوضة ميست. ابوز فلو، بوز فلو، ما عجبنيش الحال انا والله. كنوجه لي رساله، عطى الله ما يتقال، رساله خاصه لبوز فلو. يا اخي يا اخي بوز فلو، وانت راك ما كنتي كتقول هذيك الهضره، ما خصنيش نقول لك يا اخي. اخي في الله، عطى الله كلمات زوينين ما يتقالوا، صوتك زوين، عطى الله ما يتقال كلمات زوينين، ما تقيس فيهم لا اساءه للدين لا الله لا حتى واحد، لا الوطن لا حتى حاجه، لا الوطن لا قاسوا هذيك حاجه اخرى. الوطن فوق راسنا، الله الوطن الملك دائما وابدا، حيت هذا الشيء المغاربه الحرار هكا باش كيحسوا. انا دعمي قلبي في الله الوطن الملك،
صافي ما غنسمع لا الميستر فلول. علاش كنقول لك ديما كنقول لك الاباء والاولياء الدراري الصغار خاصهم يراقبوا التليفونات بحال هذا. دابا اش غيتصنط هذا الدري الصغير غيزمها له راسو غيولي يسمع هذا ميستر هذا بوز فلوك. شو راه ما بغاش تقاد لي سميتو راه مصباح ما بغا والله ما بغا تقاد. كتقول ميستر بلاصتو ما يسمح لي يا ميستر ماشي على هاد بوز فلوك بوز لاس عرفتيني دير بوز من الاغاني اخويا والله العظيم صافي بوزي لا كيستيون حط الاغاني الموالهم سمعتيني حط الاغاني الموالهم راه كاينين المغنيين فين بوز في الاولى بوده ولا تاش من بوده اه فين وصل فين وصل لا لا دوك هذوك دوك اباطيره ديال الطرب العربي الاصيل هذوك مغاربه خلينا من هذوك غيقول ترى اغنيه ديال 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 عبد الهادي بالخياط ولا عبد الدكالي راه فيها ساعه وربع واش شريف تدا غنى لي نوضة بودة تقعد التقاسيم الموسيقية كتدي واحد 7 دقائق الله يرحم لك الوالدين ساعة تالا كانوا كي عطا الله ما نسمع لها انا نمشي نسمع نتصنت لها فيها ساعة ونص وغيفيدني المهم غنتصنت شي حاجة مغربية أصيلة انا والله حتى هادشي اللي دايرني في هاد ميستر هاد بوز فلو هذا سمعت الإيقاع مغربي بحال هذاك الشيء قلت لك ديال سمعتيني قصيدة تبدا كيقول بودة او انا الله مصلي المغرب تقول لي انت بودة انت مالك شوية لاباس حنا في كمبوديا ناهي ماما ناهيو سطات الولاف الهربه رياكشن كيقول لك بوز فلوق دير بوز من الاغاني لا سعفتيني انا باش نوجه لي الرساله طبعا الرساله هي انه خويا يبدلت اغاني راه عطى الله ما يتقال ترى كاينين كلمات راه كاينين كتاب كاينين تبارك الله كيدير سهرات تاش قربك شي بوده ولا القضيه مكحطه ولا ترى حنا عاج شوف شوف كاع اللي بغى يوصل شي حاجه بالديسك ديالو بالاغاني ديالو حنا المغاربه راه حرار الله الوطن الملك الرساله الاخيره قلت ليه يدير بوز من الاغاني هاد الاغاني بالضبط توصل للوالدين الوالدين حتى كتشوف دابا ما كنقول شي حاجه خارجه عن القانون الوالدين دابا ولدو دابا تيمشي يدير هاد بوز فلوق يا ربي تسمح لي انا غنوري دابا باش تاخذ فكره هاد بوز فلوق شو واش كيقول هاد بوز فلوق دابا تصنط لي تصنط لي وشو واش كيقول راه ماشي الديسك شتو من عندي ما عجبكش المضامين الله يحفظك واش تاخذ ديسك ديال مولاته مسكينه مغنيه شحال هذه وبقانونه وبقانون ديالو سمعتيني محفظ وتجي حتى الاخر ودير الايقاع ديالها كمان ديالها وداخل ديسك كلمات ماشي حتى اللي حشومه حشومه شكون هادو شفاره هادو شفاره سبحان الله من وسط الباساج لا اله الا الله محمد رسول الله احنا باقيين كنهضروا عليه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله انتم كتشوفوا لا حول ولا قوه الا بالله المهم كما قلت لك خويا سيمون المتتبعين قناه شوف تي في نصيحه لها نقول بوز فلوق بوزي من الاغاني راه ما اغاني ما والو عطى الله اغاني مغربيه كلمات زوينين عشقوك بهم حتى الناس وما بغينا نعرفوا كون غني حتى شي حاجه اخرى ما نديرش عليك هاد اللايف انا كاع حيت رياكشن راه والله ما نزقل شي واحد كيدير شي محتوى خايب حيت هذا هو كاينين زوينين من هنا كنتبعهم ما نطالبش منهم يديروا لي ابون انا كنتبع محتويات زوينين كنت متبع بزاف ديال المحتويات زوينين كيعجبوني والله من كذب متبع المحتويات يعني ديال القراءه ديال متبع ديال هذوك النصوص المسترسله بحال كل كلمه جمله كتعطيك الشرح ديالها سمعتيني والشرح الترجمه هذيك راه كلشي كيترجم سمعتيني ومتبع الطبخ الطبخ ديال النساء والله حتى كنتعلم منهم جوج قنوات ولا ثلاثه متبعهم كيديروا الطبخ كنتعلم منهم هاك انا ماشي مراه والله حتى متبع جوج قنوات ولا ثلاثه حيت هذاك الشيء بسيط سمعتيني وهذيك ديك السيده اللي كدير هذاك المحتوى كتهضر مني حتى مسكينه وهذه وما كتعطلش الفيديو ما كيتعطلش سمعتيني اخويا لهذا كنقول لك من هذا المنبر بوز فلوق بوز فلوق راه عطى الله ما يدير اخويا راه الساحه الفنيه راه عطى الله فيها الكلمات شكرا لك اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في كما شفتوا معنا يعني الشهير بالهربه مصطفى ما كانش عاجبو يعني بطبيعه الحال وما عاجبوش مضامين اغنيه بوز فلو الاخيره وكيوجه لي يعني الرساله كيف ما سمعتوا كيف ما شاهدتوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في نشكركم على حسن متابعتكم والى بث مباشر اخر ان شاء الله.